ورحمة الله وبركاته. صلوا على حضرة النبي يا أحبابي. من أروع ما قال الشيخ الشعراوي، وقصة عجيبة مؤثرة جدا. وإنا إليه راجعون. قال له أنا لا أدري هم ثمان مسائل. فجاب الآية، قال له إيه؟ قال له أنا أحببت الجنة. الله الله. لأنني رأيت الخلق اللي أنا معاصرهم كلهم غل وحقد على بعض. أعوذ بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قبل فلم أجد إلا عملي العمل.